أنا أردت أقول أنه في الواقع يعني دائما الدول الكبيرة دعني أتحدث بصراحة، ولا يعني نتحدث عن انتخابات الآن قريبة في نوفمبر بعد تقريبا شهر، أقل من شهر نتحدث عن الانتخابات يعني للكونغرس الأمريكي، ولذلك دائما هذه الانتخابات يسبقها تصريحات مثل هذه للداخل الأمريكي. نعلم أنها موجهة للداخل الأمريكي ونعلم مثل هذه الأمور، لكن أعتقد أيضا أنه بعد أن سمع حزم السعودية في هذا الطريق أنه سيفكر يعني أيضا السيد ترامب في مصلحته ومصلحة الولايات المتحدة. علاقاته مع المملكة العربية السعودية مهمة، وأيضا علاقاته الجيدة مع المملكة ستساعد أيضا وستساعد الحزب في يعني أن يعني في الانتخابات القادمة. لذلك أتوقع أنه سيصوب بعض آرائه، ويعني يعرف أن المملكة العربية السعودية صديقة وهي ستبقى صديقة مع يعني من ينظر لها كذلك. لذلك المملكة العربية السعودية فقط ترد على يعني بعض الـ يعني نسميها بعض التصريحات الغير موفقة نسميها، والغير يعني التي ليست في محلها، لأن المملكة العربية السعودية لا تنتظر حماية من أحد، ولا يعني هي تقوم على يعني من يسمع السيد ترامب عندما تحدث وكان المملكة العربية السعودية عليها قواعد أمريكية وعليها قواعد أجنبية. المملكة لا يوجد عليها ولا قاعدة، نحن من ندافع عن أرضنا، ونحن من ذهبنا إلى البحرين ولم تكن معنا الولايات المتحدة ولا حتى في اليمن ولا في أي حماية أمننا وإقليمنا. لكن المملكة العربية السعودية دائما وأبدا تعمل بشكل كبير ودولي ومن ضمن التحالفات الدولية، والولايات المتحدة من أكبر هذه الدول. لذلك هذا طريق المملكة العربية السعودية، لكن عندما تقتضي الحاجة أنه هي تبادر أو في حماية وطنها لن تأخذ يعني أو تنتظر من أحد أن يعني يحميها، أو أن أحد هو من يعني يخطط لها ذلك أو أن يعني هو من يقودها. المملكة هي قائدة في المنطقة وتستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى، والدليل هي شكلت تحالفات كثيرة ومنها التحالف الإسلامي قامت به وينضوي في أكثر من 40 دولة اليوم، وأيضا التحالف العربي الموجود في اليمن. المملكة تقوم بدور محوري وكبير في المنطقة، لذلك المملكة لا تنتظر وهي تعطي يعني أمثلة حية وليس فقط مجرد يعني حديث في الهواء أو بعض التصريحات التي لا معنى بها لها ولا تحمل في طياتها في الواقع الصراحة. نعم. طيب دكتور حمدان، يعني أيضا بلومبرغ يعني كان هناك سؤال حول العلاقة مع ألمانيا وكندا، ولي العهد تحديدا حول الخلاف مع كندا ذكر أننا لا يمكن أن نخاطر بأمننا القومي في أو لصالح علاقات مع دول أخرى. ما الرسالة هنا دكتور حمدان؟ هو يعني عندما تحدث هناك تعرف يعني الحديث في قنوات ووسائل إعلامية فقط كان يحاول الضجيج الإعلامي، وأنت رجل إعلام وتعرف ذلك، وإلا في الواقع ما فعلته كندا يختلف كثيرا. كندا عن طريق سفيرها في المملكة العربية السعودية وكانها تعطي الأوامر من داخل المملكة العربية السعودية، وهذا شيء مرفوض وغير مقبول عند أي دولة يعني لديها سيادة. أما الولايات المتحدة، تصريحات السيد ترامب كانت هي في داخل الولايات المتحدة وموجهة لمن؟ موجهة للجمهور الذي هو يعني أو في داخل بلده. ونقولها بكل صراحة، يعني أنت تستطيع أن تقول في بلدك ما تريد، لكن عندما تكون في بلدنا لن تقول ما تريد، بل ستسمع منا ما نريده نحن. لذلك يعني التصريحات مختلفة، لكن عندما قامت بها كندا أو قامت كندا بهذه يعني بأنه تقوم بمثل إعطاء الأوامر من داخل المملكة العربية السعودية لم يكن هناك مقبول، فلذلك تم يعني طلب من السفير المغادرة المملكة العربية السعودية، وهذا كان بكل وضوح يعني، وهذا الفرق. لذلك هناك من يحاول أن يفقده ويحاول أن يقارن بين ما يحصل اليوم مع الولايات المتحدة وكندا، وهو بالكامل مختلف يعني، لأنه هناك تصريحات داخل بلادك وخصوصا كندا عندما تتحدثت وزيرة الخارجية في بلدها لم يكن هناك ردة فعل لكندا، لكن عندما تدخل سفيرها وهنا في المملكة العربية السعودية وعلى حسابهم حساب السفارة في المملكة كان هناك الرد، فلذلك هذا الفرق يعني بكل صراحة. نعم.